للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني الأزمة الاقتصادية تأخذ أكثر من منحة، جميعها يشير بشكل أساسي إلى ضرورة توحيد الجهود العالمية لمواجهة آثار التضخم المرتفع والاقتصادات التي تعاني بشكل كبير من تداعيات هذه الأزمة. كيف تقيم الوضع اقتصاديا الآن؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا الأزمة الاقتصادية أصبحت يعني واضحة أمام أعين قادة العالم، سواء المؤسسات الدولية أو حتى الحكومات والأجهزة المعنية. تدخلت للأسف السياسة في الأوضاع الاقتصادية، والوضع الراهن النهاردة بيزداد سوء يوم بعد يوم بارتفاع مستويات الأسعار عالميا. الأسواق النهاردة يا فندم، سواء البترولية أو السلع الغذائية، النهاردة في حالة ارتفاع بعد مرور تقريبا 3 شهور من الحرب الروسية الأوكرانية. وطبعا ده مؤثر تأثير كبير جدا على سلاسل الإمداد، ويمكن حضراتكم تعلموا جيدا أن كثير من السفن الآن راهنة في المواني الأوكرانية أو المواني الروسية دون خروج. ده ليها تأثيرات للأسف وتداعيات اقتصادية زي ما حضرتك تفضلت في التقرير على العديد من الدول والمجتمعات، اللي للأسف النهاردة المؤسسات الدولية بتشهد أن دخول شرائح في المجتمعات الدولية لمستويات خط الفقر المضجع. يعني إذا كنا بنتكلم أن كان في سنة 2020، السنة اللي هي قبل الماضية، كان عندنا مستوى الفقر اللي هو في العديد من الدول بيقترب من 500 ل 600 مليون نسمة في العالم، النهارده تقريبا بنصل في عام 22 ولم ينتهي العام، يعني احنا لسه ما جبناش حتى منتصف العام ووصلنا تقريبا 1 مليار نسمة. هذه الامور للاسف ليس لها حلول اقتصاديه، بل هي حلول سياسيه. اذا توقفت الحرب الان حتى نوقف نزيف اللي هو الدخول مستويات خط الفقر، اعتقد ارتفاع الاسعار دي هيكون غير مسيطر عليها، لان احنا النهارده وانا بكلم حضرتك تقريبا برميل البترول ب 114 دولار وده بيزيد من ارتفاع تكلفه. طب إيه يعني قبل ان يتم الوصول او حل هذه الازمه سياسيا، الاجراءات التي على الدول الكبرى وعلى المؤسسات الاقتصاديه ان تتخذها لاحتواء او التخفيف من اثار هذه الازمه الاقتصاديه برايك؟ خلينا نقول يا فندم الامر واضح. اولا ان لازم يكون في عمليه اسراع للتفاوض لخروج العديد من الشحنات الغذائيه من المواني الروسيه او الاوكرانيه للوصول للدول التي تم التعاقد معها، حتى لا يحصل ازمه في الغذاء وهيكون في مجاعه للاسف مسببها اقتصاديا سياسيا وليس اقتصاديا. يعني تخيل حضرتك ان في مراكب موجوده وشحنات مدفوع ثمنها او حتى متفاوض على ثمنها ولم توصل للدول الفقيره دي، وهيسبب لها ازمه. اذا هذا الامر تم التفاوض معاه فهيكون حل جزئيا. الامر الثاني، مثل ما كان بيتحدث، انا ما اعرفش ازاي رئيس وزراء المانيا بيقول ان الصين بتساند. هذا امر طبيعي، الدول الفقيره يا فندم النهارده او الدول اللي في احتياج لقروض ماليه، وطبعا ما تقدرش تتفاوض مع البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، بتلجا للدول الكبرى، وهذا الامر يعني شيء معتاد عليه للاقتراض منه حتى تقدر تسدد التزاماتها. ولكن طبعا هنرجع تاني نقول ان الحرب ما بين بقى دلوقتي الواضح سياسيا ما بين امريكا وجزء من الحلف الناتو ضد روسيا والصين، هي دي اللي مأثره على العالم، يا ريت ننتبه ليها كسياسيين او اقتصاديين. الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.